أنا جيت. كلكم لما تلعبوا لعبة فري فاير راح تدخلوا إلى المنازل، راح تدخلوا للمنازل مشان تجيبوا أسلحة وتجيبوا اللوت، وراح تدخلوا للمنازل مشان تختبئوا من الأعداء، وراح تدخلوا للمنازل مشان تشتروا من الماكينة، لأنه كل الماكينات في فري فاير موجودة داخل المنازل. لكن في هذا الفيديو ممنوع أني أدخل إلى أي منزل في لعبة فري فاير، راح ألعب سولو سكواد خارج المنازل، ألوت خارج المنازل وأقتل الناس خارج المنازل، ولازم أني أجيب البوية خارج المنازل. كم مرة قلت كلمة منازل؟ طبعا يا أساطير، إذا عجبتكم الفكرة لا تنسوا أنكم تدعموني بلايك واشتركوا في قناتي. نخليكم مع المقطع. Let's go. Let's go يا شباب، بدينا نلعب الحين. الحين بس نزلت إلى اللعبة ما راح أدخل لأي منزل في فري فاير. أو شت أو شت، كيف سنلعب بدون المنازل؟ طبعا يا شباب في كثير لوت موجود في الأرض، أوكي؟ هذا هو اللوت الذي سأعتمد عليه في كل الجيم. ممنوع اني الوت اي شيء خارج هاي المنازل. لسكو لسكو لسكو، نحتاج الى الميد كيت. اوه في ناس في ناس في ناس كثير. وصل لكم الصحراوي اسطرة العالم. وان داون. الصحراوي ملك الاصفر، لسكو. والله يا شباب رجال التمبل اصفر. جلت سكواد بالاصفر. اوكي بقي واحد. خلاص اتوقع تفنش. هاهاها. قد فنشتو شباب. هاي الاماكن ما تحتسب منازل، بس منزل البيك اكيد راح يحتسب منزل. يلا لسكو لسكو لسكو، حصلنا على التوكن. الشيء الحلو انه في بعض اللوت خارج الزون، والشيء الخارج المنازل، والشيء المو حلو انه هيك مثلا تلقى درع ليفل 3 بس داخل المنزل ما تقدر تاخذه. او شت لسكو، اين انتم اي او شوت؟ هاهاها خلاص تفعيل مود الهيت شوتات. انسان اخر، لا ما زبطت. لو قاعد يسوي ريفايف في القلب امامي انا غبي. هذا انسان اخذناه هيت شوت، وهذا انسان كمان كمان يا عزيزي، راح اخليه يسوي ريفايف ومشان اجلد اصدقائه. يلا يلا سوي ريفايف سوي. الصحراوي اسطوره يجلد عادي كل الناس. شباب قريبا دخلت الى هذا المنزل بالخطا. اوكي خلاص خلاص ما راح ادخل اي منزل. لا دخلت المنزل. خلاص شباب راح اقتل حالي، راح اقتل حالي خلاص. انا خسرت خسرت. احيانا تضطر انك تدخل المنزل خوفا من الناس. خلاص اقتلوني اقتلوني خلاص اقتلوني، انا غبي. والله يا شباب تحدي صعب جدا صراحة، خصوصا في السولو سكواد راح يحاصروك كل السكواد. ليتس جو اساطير، رجعت جيم بلاي اخر وراح انزل في البيك مرة اخرى. تسجيل دخول الصحراوي اسطورة العالم وملك التحديات الى ساحة المعركة. ليتس جو، راح انزل في نفس المكان اللي فيه اللوت. اوه شت شباب نزلت في مكان اوبن كثير وما فيه لوت. خلاص متنا يا شباب متنا. المشكل انه احيانا تضطر انك تدخل للبيوت مشان اللوت، هذا كل شيء. اوكي تطوير سلاح حلوه وتطوير سلاح حلوه، لكن اين السلاح اللي راح نطوره؟ يا رب القى سلاح قبل ما يقتلوني يا رب. اوكي يا رب القى سكار، والله سكار ليفل 2 يا شباب شيء خرافي صح. اوكي في سلاح يتطور ومثبت ليفل 3. خلاص سكار انتهى الموضوع. لا لقيت بارافال، اتس اوكي. نو شباب خلاص انا فزت انا فزت يا شباب انا فزت انا فزت. يلا ليتس جو اللي بعده. وينه اللي بعده؟ اصلا لسه ما قتلت ولا شيء. يلا بسم الله. ممنوع الدخول للمنازل، ممنوع من من انباتا. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اوكي بلقيت سلاح بعد وسلاح قرب بلقيت. يا رب ما انسى حالي ويا رب ما يغدروني حتى ادخل للمنزل غصبا عني يا رب. اوه انا اسطورة العالم، انا اسطورة العالم. لقيت ام بي 40 جي جي ليتس جو. كمون جاءك الصحراوي اسطورة العالم. شباب هاي ما تحتسب بيت ابدا. اوكي لا عندي سكواد. اوه شت انا اسطورة. وين اللي بعد؟ لا لا بتت بتت. لو قتلتها كانت رجعتني شخصية. والله صعب يا شباب، الغدر الغدر هو أسوأ شيء والله. راح ارجع للبيك. يلا ليتس جو ليتس جو. جاءكم الصحراوي مرة أخرى. شباب هذا الجيم راح يلعبوا بدون بيوت، لكن كل ما أموت راح ارجع للجيم. أوكي بس لازم إني أجيب البوية. إذا دخلت أي منزل راح أخسر. أوكي من الآخر اذا دخلت اي منزل راح اخسر. انحسبت لي الكل، رجعت قبل ما تتفنش. ليتس جو، جاءكم الصحراوي اسطرة العالم. اوكي في ناس عندي في ناس عندي. جاء
جاءك الصحراوي أسطورة العالم. لا هيت شوت. لا كمان. اوه شت والله يا شباب موقف محرج صح. الصحراوي محاصر. هيت شوت. يا اخي ابلع ابلع يا اخي خلاص. والله يا شباب بعرف كيف اجلده حتى ضربته بالاصفر. اوكي اخذت كثير اسلحه اسطوريه. ليتس جو. خلاص الصحراوي سينتقم الان من السيرفر. ليتس جو. راح اخذ الام بي 40 والله احسن بكثير. ليتس جو ليتس جو. والله اني رجعت لاسلحتي يا شباب. ليتس جو اسلحتي الجميله اشتقت اليكم. اوكي في انسان عندي. وان داون تو داون. هيت شوتات الصحراوي. لا مسوي مسوي شخصية. هذا سرق لي الكل. ابلع اللي بعده. يلا ليتس جو. انا اسطورة العالم. انا اسطورة العالم جلاد السكوادات. قتلت اربعة في نفس النقطة. والله يا شباب قتلت اربعة في نفس النقطة. تخيلوا كيف حالكم يا شباب؟ بخير. السلام عليكم. ردوا السلام غصبا عنكم. ما حبوا يردوا السلام. يلا ارجعوا ارجعوا مشان اجلدكم. ارجعوا اوكي ارجعوا مشان اجلدكم. ممنوع الدخول للمنزل. والله قاعد انسى التحدي. والله يا شباب شباب قاعد انسى التحدي. يا رب ما اغلط ادخل للمنازل يا رب. هذا الشيء اللي خايف منه اني ادخل للمنزل اكملكم الجيم على اساس ما دخلت ولا منزل. شباب ممنوع اني ادخل الى اي منزل. فهمتوني؟ يعني حتى المفتاح. يعني مثلا انا الحين لو عندي مفتاح المستودع ممنوع اني ادخل الى المستودع. المستودع يحتسب منزل. والله شيء صعب جدا. اين انتم ايها البشر؟ ليس لديكم اثر. والله يا شباب من السابق قاعد ابحث عن سكوب. يعني انا الحين احتاج سكوب. عندي 2600 توكن لكن ما اقدر اني ادخل للمنزل لانه الماكينه داخل المنزل. ما اقدر اشتري الماكينه داخل المنزل. تضطر انك تلعب خارج المنزل غصبا عنك. ليتس جو. راح نبحث عن بعض البشر يا شباب. راح نطير الى المكان اللي فيه الناس. يلا ليتس جو. ليتس جو. جاءكم الصحراوي اسطوره العالم. اوكي لقيت انسان. مرحبا. دمجته شويه شباب. ليتس جو. المشكله ما عندي سكوب وعندي توكن وبقدر اشتري سكوب لكن التحدي يقول لك صحراوي ممنوع الدخول الى المنزل. اوكي يلا ليتس جو. ممنوع الدخول الى المنزل. بقدر اني اشتري من هون. انا غبي انا غبي ما استغليت كل شيء. اوكي اخذ هذا الشيء. اوكي شوف اسوي شيء اسطوري هيك وهيك. يلا ليتس جو حتى يطلع لي سكوب. ليتس جو. اخذ الابرة. يلا اريد سكوبا. اريد سكوب في هذا المكان. وصعد سكوب ليفل 4. ليش يجي ليسكو. والله يا شباب لقينا طريقة حلوة. يلا ليسكو ليسكو ليسكو. أين هم البشر؟ ليس لديهم أثر. والله لقيت جنازة هون وما لقيت الناس. يلا ليسكو شباب سنطير إلى الزون لنبحث عن البشر الذين ليس لديهم أثر. أو شت هناك بعض البشر. ليسكو. أوكي لا سووا لهم ريفايف. ابلع هيت شوت. ابلع. لا 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 سكواد يا شباب. سكواد سكواد. الخوف نصف الرجولة. الهروب نصف الرجولة. راح يجوا لعندي غصبا عنهم. لا لاق. الحمد لله الحمد لله رجعت اللعب. عندي انسان عندي انسان كمان. ابلع اللي بعده. لا قاعد يسوي ريفايف. ابلع اللي بعده. ابلع اللي بعده. اللي بعده. اوه مسوي ديمتري. انا غبي انا غبي ليش ما فنشته. ما دخلت للمنزل يا شباب. الى حد الان ما دخلت ولا منزل. اوكي شباب لحد الان قاعد العب بدون ما ادخل ولا منزل. اوكي الى حد الان ما دخلت ولا منزل. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وين هذاك الانسان اللي نزلته؟ لا لا انسان وراي. قريب جلدني. درعم خلاص رحنا فيها. حط لغم الغبي هو يمشي. لا 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 اخيرا اخيرا ما قتلوني. جاؤوني الناس. انا متت انا متت. لا ليتس جو ليتس جو. رحنا فيها يا شباب خلاص رحنا فيها. لا يا رب يا رب امنع يا رب يا رب اموت.
ما عندي لنشباد اتوقع ما عندي تخيلوا عندي لنشباد والله عندي جي جي دم 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 واطير لنشباد يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو طير الى الزون يا صحراوي الحمد لله والله لنشباد سوالي ريفايف يلا ليتس جو حط هون لا بجلدته عندي لاق يا شباب عندي لاق غير طبيعي لا انا غبي انا غبي جدا غبي والله حط لغم وفجر حاله والله يا شباب الغدر كثير انا مش خارج الزون اوكي راح يعملوا فايت مع بعض غبي ما يعرف يرمي قنبل لا 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 عندي شوي اس ام جي ليتس جو ليتس جو والله يا شباب اني محاصر كل انا اسطوره يلا اللي بعده والله عندي لاج كمان كمان انا اسطوره العالم ليتس جو فنشته يا شباب وين اللي بعده اوكي هذا هو هذا هو هذا هو اوكي اتوقع تسوى ديمتري راح يرجع للحياه لكن ليس لي وقت طويل ليتس جو اوه جلدته 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 جلدت اثنين يا شباب جلدت اثنين بسرعه البرق خرج وبان عليك الامان اوه عندي انسان ايزي لا لا قريب الجلدون انا اسطوره انا اسطوره انا اسطوره 13 كل بدون ما ادخل ولا مكان والله كنت بدي اضربه ام بي 40 ليتس جو يا شباب بقي لي شخص واحد وراح افوز 13 كل بدون دخول ولا منزل ولا منزل حرفيا ليتس جو لا هون 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 سوى شجره ليتس جو ليتس جو ليتس جو اخرج وبان عليك الامان مع الصحراوي الفنان ملك التحديات الان الصحراوي اسطوره العالم لا 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 عدو لنشر لا راح تقتل الزون راح تقتل الزون اخرج كل شيء احمر مع الصحراوي اسطورة العالم ليتس جو شباب 14 كل بدون ما ادخل لاي منزل لوتت خارج المنازل وبنفس الوقت لعبت خارج المنازل لهونكم قد وصلنا الى نهاية الفيديو اتمنى المقطع يكون نال اعجابكم لا تنسوا انكم تحطوا لايك وادعموني باشتراك كلياتكم واذا عندكم تحديات حلوة اكتبوا ليها بالتعليقات نشوفكم بالمقطع القادم اني رحت